السلام عليكم، مساء الخير وصباح الخير للناس اللي هم عندهم الوضع أو الجو صباح ومساء. فحقيقة في حاجة سريعة عاوز أنوه عليها، وهي بتختص بقانون الهجرة الجديد اللي تم إجازته في يوم 18 شهر 7 2023. والقانون زمان كنا نحن متابعين إن القانون ده ممكن ما يتم إجازته من المحكمة، وممكن حتى لو مر من المحكمة لما نيجي مجلس العموم برضه هيكون صعب عشان يمر. ولكن للأسف هو مر في كل هذه المحطات كالبرق، لأن دي سياسة الدولة، والدولة يعني قدمت للناس واقترح إنه ده الحل الأفضل والأمثل لمشاكل الأزمة الاقتصادية في بريطانيا. وهذه الجهات بحكم يعني خوفهم على بلدهم تم التشريع بهذا القانون الذي يعتبره الكثيرين ونحن منهم إنه قانون غير إنساني. والقانون بيمنح وزير الداخلية حق تقرير مصير قضايا اللجوء واللاجئين والمهاجرين بصورة عامة. يعني الآن أصبح القانون ليس كقانون الأمم المتحدة اتفاق 1953 أو الاتفاقيات بتاع جنيف والاتفاقيات الأخرى، اللي هي عند دخولك لأي بلد آمن أول نقطة أنت تسلم نفسك وتمنح حق الحماية حتى يتم دراسة وضعك اللي أنت جيت به البلد، ومن ثم يتم منحك اللي هو حق اللجوء. الآن أصبح هذا الحق غير موجود وغير محترفة به الحكومة البريطانية بهذا الحق الذي أقرته الأمم المتحدة أو أقرته منظمة اليونايتد نيشن، اللي هي التي تعترف ب اللي هي المنظمة العالمية التي تعترف بحق اللاجئ الأسباب التي يعني جعلته يفر أو يهرب من بلده، سواء كان لموضوع ديني أو عرقي أو إبادة أو أي ظروف اللي هي أو ظروف إنسانية. فبريطانيا قالت أنا لا أعترف بأي نوع من هذه الأنواع طالما أن الإنسان دخل إلى الأراضي البريطانية بدون ما أن تكون له حق تمنحه له الحكومة البريطانية. يعني انت لو جيت دخلت الآن من قناة القنال من فرنسا لبريطانيا انت هتواجه حاجة من الحاجات، او دخلت لأي دخول او بالعبارات او دخلت بالدنجل او اي وسيلة اخرى دخلت بها بريطانيا، انت سوف تواجه 3 اسباب رئيسية او 2 إن صحت الإجابة. الحاجة الأولى وهي حاجة سيئة جدا، أنت هارب من بلدك وخايف من الموت، دخلت بريطانيا، بريطانيا من حقها إنها ترجعك بلدك اللي أنت جيت فار أو هارب من الموت، ودي حاجة طبعا سيئة جدا وحاجة خطيرة. الحاجة الثانية إنها تقوم ترحلك لبلد ثاني. الحاجة الثالثة أنت ممكن تواجه السجن. فيا اخوتي ويا اصدقائي، ان هذا القانون الجديد قانون صارم جدا وسيتم تنفيذه، لانه في الفترات اللي فاتت وقفت المنظمات، وقفت الجهات اللي هي بتنظر بحقوق اللجوء واللاجئين والمهاجرين، ولكن الحكومه يعني اقفلت اذنيها وعادت لم تسمع لاي هتافات، وهي فقط لديها سياسه وتسعى لأجل تحقيقها. وها هي الحكومة الآن أصبحت ناجحة في إنها تحقق هذا الهدف بدون النظر لأي جانب إنساني لأي شخص، مع
مهما كان أن يدخل الأراضي البريطانية بدون أن يأخذ الموافقة من الحكومة. ربما أن هنالك ناس يدخلون بريطانيا ولكن بحقوق وواجبات تمنحها لهم الحكومة البريطانية قبل دخولهم هذا البلد، وهي ممكن ربما تكون واحد اللي هي عن طريق التوطين عن طريق الأمم المتحدة، والصورة الثانية ربما تدخل عن طريق إنك تمنح فيزا محددة سواء كان عمل أو سواء كان أنواع من أنواع الفيزا اللي ممكن تحدد الحكومة في الفترات اللي جاية. فنصيحتي لك أنت الموجود في أي دولة قريبة بتفكر إنك تجي هدفك وحلمك توصل الدولة اللي هي بريطانيا أو توصل الأراضي البريطانية، فأنا بقول لك أنت مكان ما أنت موجود قدم للجوءك وسوف تمنح حق اللجوء وتأخذ فترتك في هذا البلد، تأخذ جنسيتك، وبعد كده إذا أنت حبيت ممكن تجي بريطانيا، وأنت مواطن لبلد آخر إذا كانت السياسة الأوروبية لا زالت موجودة في الوقت اللي احنا موجودين فيه في الفترات اللي جاية. معروف المستقبل ممكن يخبي شنو لينا وليك، ولكن بصورة عامة لا تفكر ولا تقامر إنك تدخل وتمنح حق اللجوء. وحنتكلم في فيديوهات مفصلة عن موضوعات الحكومة، يعني صراحة عشان تقدر فعلا تحقق هذا الهدف فالحكومة أخذت خطوات عملية جادة جدا، فتابعني لأنه حنتحدث عن الحاجات الجديدة اللي هم تقريبا 4 محاور تكلمت عنهم الحكومة، فحنتكلم عنهم في فيديوهات مفصلة عشان ما نطيل عليكم الحديث. فهذا الفيديو شيروه عشان الناس تكون عارفة وتكون واعية عشان ما الناس تخاطر وتدخل في مأزق جديد وأزمة جديدة ومشكلة جديدة، حتى نحن نكون ساعدنا الناس اللي هم بيفكروا إنهم يجوا بريطانيا ويمنحوا حق اللجوء وحق الهجرة. ودعواتنا لكل شخص موجود في أي بلد بالتوفيق، ويؤمن ويقتنع بأنه المكان اللي هم موجود فيه أيضا فيه فرص ممكن أقدر يحقق أهدافه بدون ما إنه يغامر مغامرة جديدة ومغامرة غالبا تكون خاسرة. فوصيتنا لك ظل في المكان الذي أنت فيه وابحث عن فرص من أجل تغيير حياتك، ولكل بلد فيها مميزات وكل بلد فيها عيوب، حتى بريطانيا فيها عيوب للهجرة وفيها سلبيات وإيجابيات. فخلينا في الفترة اللي جاية نتحدث عن المواضيع دي باستفاضة وبصورة أكثر دقة. حافظ على نفسك أينما كنت، وأرسل هذا الفيديو لكل شخص هو يفكر أنه يأتي إلى بريطانيا، لأنه كثيرين بعيدين من المعلومات اللي هي السياسية والقرارات الجديدة. فرجاء أن تكون هو المرشد وهو الدليل عشان الناس ما تخسر تجي وفي الآخر يضيع حقهم وتضيع رحلتهم الطويلة التي مضوها وخاطروا كي يوصلوا هذه الأراضي.